صباح الخير وكل الخيرات لكل الأصدقاء المشاهدين. بداية لقائنا اليوم رح يكون بإطار الكلام عن الحريات من خلال الصورة اللي بتوصلنا بلبنان وبالوطن العربي وكل أنحاء العالم. حرية الإعلام بلبنان بيقول ضيفنا تواجه مجموعة من العوامل المتشابكة والتي يصعب معها وضع معايير موحدة أو الوصول إلى وضوح في تحديد وضع هذه الحريات، ونواجه اليوم واقعاً يلخص بعدم التميز بين حرية التعبير التي كفلها الدستور وبين حرية الإعلام التي ترتبط بعوامل أساسية عدة هي الصدقية والشفافية والتميز بين الخبر وبين الرأي، وكذلك التمييز بين الإعلام صانع الحدث الذي يستخدم كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة لصناعة الحدث، وبين الإعلام صانع الرأي العام الذي يقوم على الصدقية والشفافية والحرية والمسؤولية والتنوع والالتزام بالمعايير المهنية وقواعد السلوك المهني. نقابة محرري الصحافة اللبنانية كانت أطلقت بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين الإعلان حول حرية الصحافة واستقلاليتها بعنوان لبنان يحتاج لمن يحمي حرية الصحافة واستقلاليتها. لبنان يحتاج لمن يحمي حرية الصحافة واستقلاليتها. تحتاج نتوقف عندها لحتى نشوف هذا الإعلان يلي وزع لجميع المرشحين للانتخابات النيابية للمبادرة لتوقيعه والالتزام فيه كجزء من برنامجهم الانتخابي. نقيب محرري الصحافة اللبنانية الياس الصيفي، جوزيف الصيفي عفوا، أهلا وسهلا فيك سيدي. أهلا فيك استاذ جوزيف. يعني الكلام بيطرح حاله حول هذه القضية اللي عم نحكي عنها، شو هو الدور اللي قلت فيه حرية الإعلام بلبنان تواجه مجموعة من العوامل المتشابكة؟ تفضل. أولا يعني البيان واضح، نعم، وهو عبارة عن قراءة متأنية أجريناها في النقابة بعد استشارة خبراء في مجال الإعلام والتواصل. والحقيقة أنه عندنا بلبنان حرية كبيرة، حرية مطلقة نتغنى فيها كثير، ولكن تنقصنا الديمقراطية، نعم، وينقصنا حسن استخدام هذه الحرية. حلو. يعني بيقدر الإنسان يعمل كل شيء ويقول لك أنا حر، إذا هو حر وإذا كانت الحرية المطلقة كما يزعم البعض وما، نعم، لازم تكون، نعم، عندها مش ضوابط، يعني عندها نوع من شو؟ يعني ما بدي أقول ضوابط لأنه بيقولوا لك أنت عم بتقول ضوابط عم تقمع، بدي أقول ضوابط. إذا ما كانت هيك يعني، نعم، ما في لزوم للقوانين، نعم، الوضعية. يعني بدك أنت تقول أنا حر بالمطلق، نعم، يعني بدك تتجاوز القوانين، بدك تبيح لنفسك إشياء لا تباح. حلو. وغير مباحة. يعني وقت اللي كمان في يعني اللي وضعوا هالمعايير بالعالم انه تتوقف حرية المرء عندما تبدأ حرية الآخر، انا ما بدي اقولها، يمكن يجب ان تتلازم حرية المرء مع حرية الآخر. نعم. ما في لزوم تتصادم، ما في لزوم توقف عند الحدود، ولكن في معايير للعمل الصحافي ومعايير لحرية الرأي والفكر والتعبير، وهذا شيء كفله الدستور. نعم. ولكن إلى جانب الدستور في قوانين هي بتأطر وهي بتنظم وهي بتضيء، نعم، على المبادئ الرئيسية اللي وردت بالدستور. طب اليوم نقيب بهذا الموقع بهمني بس اسأل، وقت اللي أنا قلت لبنان بيحتاج لمن يحمي حرية الصحافة واستقلاليتها أنا عدت مرتين، يعني هيدا انتم اللي اطلقتوه مع الاتحاد الدولي للصحافه، ليش يعني سلمتوه للنواب المرشحين او للمرشحين للانتخابات؟ نحن ما سلمناه للمرشحين، نعم، نحن حطينا قواعد ونحن افترضنا انه المرشح يلي بده يقدم ترشيحه بده طبعا يطل عبر الاعلام، وطبعا بده يتحسس اهميه الاعلام في معركته الانتخابيه. نعم. حلوة. وبده
بده كمان يستشعر خطر الإعلام المضاد يلي بده يواجهه في سياق هذه المعركة، وهذا أمر طبيعي. وبالتالي عم نحطه بجو إنه أي إعلام ما كان منظم ما كان له أفق وله دور وله رسالة، هيدا أرم أدوبل ترانشان، هيدا سيف ذو حدين، ينقلب على الشخص يلي عم بيستخدم مثلا الغزو الإعلامي أو اللي عم بيستخدم سيف الإعلام ليقطع راس الآخرين، لأنه بده يتوقع أنه الآخرين كمان عندهم تروس وعندهم سيوف بيقدروا يواجهوا فيها. وبالتالي هيدا الوضع اللي حاطينه فيه. عم نقول أنه طبعا الصحافي لازم، الصحافي كمهني والصحافي كعامل في المهني والإعلام كمهني والإعلام العامل في المهني، هني حتما لازم يحصنوا نفسهم ويحموا نفسهم. من مين؟ يحموا نفسهم من أي مساءلة، من أي هفوة، من أي ثغرة يدانوا عليها باتخاذ الإجراءات واتباع سياسات داخلية خاصة بكل مؤسسة تضع محددات للأخلاقيات الإعلامية التي على العاملين في هذه الصحيفة الالتزام بها. وبالتالي وقت اللي بتقول هيك بتكون انت عم تحمي حالك وعم بتوجد مصوغات لصوغ قانون بيحميك وبيحمي غيرك. اوكي، اعطيك بطل يعني مثلا اهم جرايد بلبنان كانت بالعالم العربي، الحياة عايام كامل مروي فيما بعد شريط النهار، عايام من جبران طويني الجد وصولا للاستاذ غسان طويني الله يرحمون والشهيد جبران طويني، في سياسة للجريدة، يعني في سياسة متبعة. هاي السياسة بتقلك يعني نحن عندنا خطة شغل، خطة عمل معينة بهالشي، مثلا افتراضا انه ما مندق بالشخصي، الخلاف السياسي ما له علاقة بالخلافات الحزبية والمناطقية والتقوقع، بعدين انت علاقتك مع الاخرين شيء وعلاقتك مع الجريدة شيء آخر، إذا آخر أنت ما بتحبه وما بتريده مش معناتها بتستعمل وسيلة إعلامية بتشتغل فيها للانتقام لإله. حقك تنتقد إذا أنت كنت صايب بنقدك، إذا في افتراء الافتراء غير مسموح. كتير كانت الصحف بلبنان لإلى الأمس القريب كان كل جريدة إلى سياستها إلى معاييرها وأخلاقياتها، وكان كتير منهم عندهم شجاعة يعتذروا وشجاعة يحطوا الخبر مصحح وكذا. واليوم في وسائل إعلام كتيرة بتكون عم تعمل عم بكتير عم بتخالف وكذا، بتبعت لها تكذيب ما بتحط، بتبعت لها توضيح ما بتحط، أوقات بتضطر تستخدم المحامي بتحطه وبتحطه بإطار اللي هي بدها إياه، مش مثل ما بقلها القانون أنت لازم تعمل صورة مغيرة. يعني صورة مغيرة هيدي يعني عم بحكي مش عن جريدة معينة وعن كذا، طبعاً عن بتحكي بالمطلق بتمطلق. لا شك انه اليوم تغيرت الحياة الصحفية وتغيرت الحياة الإعلامية عن نحو الأفضل ولا ليك يمكن تقنيا نحو الأفضل والوصول إلى المعلومة مهم. صار في تطور هائل في شيء اسمه بالإعلام الاستقصائي. هلا بدنا نعزل انه اعلام استقصائي كاستقصائي، هلا اني اوقات بيعملوا له اسقاطات سياسيه وتوظيفات في هذا الاتجاه او ذاك، هيدا امر آخر عم بتم، وهيدا امر طبيعي ببلد مثل لبنان اللي ما فيك تطلب فيه من الصحافي والاعلام يكون جسم سليم. يعني انا بقول له الاعلام بلبنان يا خي عال مزبوط، الاعلام بلبنان عنده علل ومعتل ومتعثر، بس ولكن انت ما فيك تطلب من الاعلام تبع بعيد من هون الشر، واحد مصاب بسرطان بكل جسمه بيقول له كيفك، بيقول له كتر خير الله اصبعي صاخ، ما لا انت مصاب بالبلد، بلد مصاب، بلد متعب
مثقل، بلد عم بيواجه تحديات، بلد كل شيء، ما فيك تقول والله هذا الإعلام جاي من 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 كوكب آخر، إنه هذا معزول، ما فيك تعزله عن حركة الحياة وعن أوكي. الحركة السياسية، لأنه هو مش بس وجهة، هو وجهة أوكي. هو لسانه، هو شرفتها للحياة السياسية بلبنان. كيف ممكن هو ما يتأثر؟ أنا معك نقي، بس بموضوع لبنان بيحتاج لمن يحمي حرية الصحافة واستقلاليتها، يعني هذا الموضوع بهذه المرحلة من يضمن حماية يعني حرية الصحافة؟ الحقيقة نعم. الحقيقة هذا أمر مش بس بيقع على الدولة وعلى المشرعين، إنما كمان على الصحفيين وعلى أصحاب المؤسسات الصحفية إذا كانوا من الصحفيين. وهذا أمر كمان بيتطلب ورشة وطنية كبيرة بده ينخرط فيها علماء نفس، علماء تاريخ، وأساتذة جامعة أكاديميين كبار مختصين بالإعلام نعم. وبالقانون وبكل شيء، تيكون في رؤية شاملة، لأنه هذا ما ممكن يكون مفصول عن ثقافة عامة وطنية، تكون الصحافة إلى الدور المتقدم في صلب هالمشهد هيدا. ما فينا نعزل هالشي يعني أبدا، أنه والله يعني حقيقة كان يلي إذا بتقرأ بجرايد بالماضي خصوصا قبل الحرب في لبنان، قبل مرحلة الحرب في لبنان، كان في شجارات، كان في سجلات، كان في كلام من فوق السطوح، ولكن كان أدبيات التعامل والتعاطي والحدود والسدود اللي كانت موجودة بإرادة ذاتية نعم. لأنه كانت القوانين قاسية، كانت هي ضمانة لحياة صحفية مشوقة ومؤثرة وموجودة نعم. نايب الكل يعني بيأكد أنك أنت على معرفة تامة أمام وراء الكواليس بكل الأمور، يعني بتختار المواقف المفترض أنك توصلها إلى ناسها إلى أصحابها بوقتها. بهذه المرحلة إذا بدي أسألك، وضع نقابة محرري الصحافة اللبنانية كيف؟ بأي حال؟ البعض بيقول أنه كتر خير الله ماشي الحال، البعض بيقول راحت مصريات النقابة بالبنوك، البعض بيقول أنه النقابة ما عم تقدر تقدم شيء للصحافة. خلينا نبلش. تفضل. بأحسن حال أنا واقعي، لا مش بأحسن حال، بس بحال أفضل بكتير من السابق وأفضل بكتير مني عم بيقولوا مش بأفضل حال. هاي واحد. اثنين، طبعا مش بأفضل حال، لأنه اثنين راحوا مصرياتنا بالبنك، نحن عنا مبلغ، لا نحن عنا مبلغ ماشي قبال النقابات الكبيرة الضخمة اللي عندها ميزانيات هائلة نعم. موجودة بالمصارف مثل كل نقابات المهن الحرة. ولا دولار؟ باثنين، نقابات المهن الحرة نعم. نقابات المهن الحرة نحن يلي كان الشرف اللي كانت ولادتها عقيم نقيب ملحم كرم بثمانينات نعم. بنقابة المحررين رجعت بمبادرة مني وبتعاون أولي كان من البروفيسور شرف أبو شرف نقيب الأطباء، ورجعنا أحيينا نقابات المياه الحرة، وكتر خير الله عم نشتبع وعم نتفاهم وطلع صوتهم. واليوم نحن عم نجتمع بنقابة المحامين، لأنه هيدا شغلة محامين نعم. بالشغلة يعني قد ما نعرف نحن بالصحافة منا عنا الخبرة القانونية، وعم نكون كلمة واحدة وعم نحاول ننقذ وديعنا وصناديق النقابات من وضع اليد الجائر اللي عم بتقوم فيه المصارف نعم. وحد الآن لا شك أنه المصارف تراوغ والمصارف بتلف وبتدور، وقديش نحن قوية وقديش كذا بتلاقي بمطرح ما هني أقوى، لأنه فنون الالتفاف والتهرب واختلاق الزرائع، وبعدين قولهم يعني شيء اللي بضحك آخر شيء إنه نحن وياهم ضحايا مصرف لبنان، بس وقت اللي كانوا هني ومصرف لبنان عم بينسقوا وعم بيعملوا وعندهم وحدة حال، ووقت اللي هني عملوا من حاكم مصرف لبنان أيقونة النقد مش بس بلبنان والعالم العربي بالعالم، نحن كنا برا. تاني شيء هاي القصة واضحة، انه النقابة عنا
بعدين انت كنت عم تحكيني فقول هو انه بمبنى وما مبنى. انا بدي خبرك خبريه. نحن عنا انا بعائلتي الانسان قبل الحجر. عنا مكاتب كتر خير الله، ما عنا مكاتب شاسعة واسعة، مكاتب ولا أجار؟ ملك. ملك منقدر نقدم فيها الخدمة الإدارية الضرورية. نعم. لزملائنا. مع قاعة محاضرات مرتبة. ونحن ما عم نطمح أكثر هيك بالوقت الحاضر، هيدا دور، لأنه لا، لأنه إذا عنا فرانك بفضل حطه على زميل محتاج من أن يحطه على حجر لاحق عليه. نعم. علما أنه نحن حاولنا نحصل على قطعة أرض. نعم. من الدولة. نعم. حد وزارة الطاقة، وكانت الأمور ماشية، وكنا عم ننبش كيف ممكن نعمل هيئة مشان نبني مبنى للنقابة. نعم. من دون ما نكبت صندوق النقابة مباشرة هالشيء، ولكن شفت انت شو عم بيصير بس. نعم. على الارض كيف تطورت الامور من الكورونا للأزمة الاقتصادية الى غيره. طب هالامور عم بتأخركم تقوموا بدوركم؟ لا، نحن عم نقوم بدورنا محليا وعربيا وعالميا. اسم الله عليك. عم نقوم بمواقفنا ثابتة، خدماتنا بالحد الادنى قد ما متاح لنا شو نعملها. بتقدموا خدمات يعني؟ هيك بمعنى الخدمات، اول شيء لازم تعرف شغلة انه البطاقة النقابية اللي بيحملها عضو نقابة المحررين هي نقابة بطاقة مهمة بتسهل له مهمته وين ما كان، وهي أساس. اثنين اللي بالخارج هاي البطاقة بفوت متاحف، بفوت بيقلوا حق يحضر مؤتمرات، بفوت معارض، بشوف بدون ما يتكبد ولا بدون ما يتكبد ولا قرش. بعدين هيدي ريفرنس وقت اللي بدك تروح تعمل معاملة مع سفارات مع كذا، البطاقة إلى تأثير مهم. حلو. هيدي تاني شيء عندك. نحنا عملنا وأخذنا قانون بمجلس النواب بتنسيب الصحفيين غير المضمونين المشمولين بخدمات الضمان إلى الضمان، ونحنا قطعنا الشوط. هلأ نيجي الكرة بملعب مجلس إدارة الضمان اللي عيب عليهم إنه ما عم بيجتمع، إنه كل يوم بيقولوا ها غيبين وهيدا مريض وهيدا، مع احترامنا لهم. نعم. ونحن توجهنا لانه عملنا اكثر اجتماع من اجتماع، وعم ننشدهم وعم نقول لهم يا عمي اعملوا لنا المرسوم التنظيمي تيمشي. نعم. هيدي قصه هيدا شغل. بعدين نحن عاملين تفاهم مع مع شو اسمه صندوق تعاضدي مش الحال كان عندكم تفاهم. نحن بيعطونا اسعار. نعم. مقبولة. منوجه الشباب لعندهم، احنا ما قلنا علاقة، لم نقبض ولم ندفع، نحن بيروحوا الشباب لعندهم وقت اللي عم بيكون في اي مشكلة. نعم. هالخدمة نحن جاهزين، انا بنتدخل ونادرا ما رجع حدا من الشباب خائب. انت عم تتابع واجتمعت مع غسان ضوي يعني. نعم نعم. نهاية العام الماضي. نعم. وكنت عم تسعى. نعم. حتى تكون حد الكل. طيب هيدي. نعم. شغلة. هلا في شيء عم نحضره قريبا نعلن عنه، ما بدنا نقوله تما نفسده. عنوانه؟ ها؟ عنوانه بنعلن عن تفاصيله. عنوانه خدمة؟ لا خدمة عم نأمنها. خدمة جديدة؟ خدمة جديدة إن شاء الله نقدر. بعدين عنا وزعنا قد ما فينا حدا محتاج مساعدة كذا. بعدين أوقات كتير بتجي أمور طارئة. أحوالكم منيحة يعني؟ لا بتجي أوقات كتير طارئة لزملاء لإلنا. نعم. مرض، دواء، منساعده. ولكن اليوم حتى اذا بدنا تساعده تشيك. نعم. مع تعطيه تشيك ما بيصرفوا له اياه، ما بيعملوا له للاسف. وللاسف هيدا امر شائع بين النقابات كلها. هلا. نعم. بدي روح واقول للي بيحكي واللي مثلا انه بعض الناس اللي عندهم هودي بيحكوا عن حالهم انه هيئات صحفيه بيدعوا يعني لهم علاقه بالان جي او، صعيب عليهم يحكوا، وهن عددهم قليل، مصرياتهم كثيرة، عدد قليل مصريات كثيرة كثيرة، ما عم نعرف كيف عم تنفق هالأموال، ساعة عيون ساعة بلا عيون. بعدين آخر مدة أحدهم يعني مبلغ كبير من المال تقضى تيوزعوا على المؤسسات او على منصات اعلاميه. نعم. تحت شعار
أنه شو اسمه إعلام مستقل للانتخابات، وهن مش مستقلين، وزعهم على غير مستقلين، وهو بيحكوا بالشفافية وبيحكوا بتطوير الإعلام. لذلك ما حدا يحكي. مشكلة هيدي، ما مشكلة، هيدي مشكلة تمويل، مشكلة بدنا نتصدى لها، لأنه هو عم بيوهموا مؤسسات دولية وعم بيوهموا جهات دولية كبيرة إنه هن عم بيشتغلوا. ماشي، بطلعوا تقرير بأربع صفحات عن الحريات بيحكوا عنهم، ما بعرف قديش بيقبضوا عليه، بطلعوا دراسة من تقفى إيدهم بيقبضوا عليها مصاري. يعني ما في معايير مهنيه؟ لا لا لا، بيقبضوا عليها مصاري وبيحكوا عني وعنك وعن كل الاعلاميين وبدون ما ياخذوا يرصدوا اراء الاعلاميين. طب انت اليوم نقيف، في حين ليش ما بتسمي الامور باسماء؟ لا لا لا، نحن وصلنا، اجى الاتحاد الاوروبي اجتمعت فيه ووصلت الرساله. اوكي، ايه، هذا امر ما بيجوز، هذا امر مرفوض وما بيجوز. وانا بقول لهالهيئات الدوليه اللي انتم عم بتقوصوا وعم بتضعفوا نقابات وطنية لمصلحة هيئات طالعة يا بقرار من وزارة الداخلية باسم جمعية أو باسم كذا، أو مكونين حالهم بلا سند قانوني وعم تحكوا وفرجونا، بس نطلب منكم هاو الشباب يقولوا لكم شو الإضافة النوعية اللي عملوها بهيدا. كمان فرد مرة بعدين بدي أقول لك شغلة، قول نقابة بيقولوا ليه ما بتكونوا مثل نقابة المهندسين؟ $1,000 تقبض بالسنة من منتسبين لإلها ببيروت، واحد في 75,000 منتسب، 7% على كل رخصة عمار بده تمضي عليها نقابة المهندسين. شوف هالكوميول، هالتراكم من سنوات، بمقابل بياخدوا الأسيرانس، بأمنوا له بطاقة أسيرانس وتقاعد كان ما بعرف قديها، لاني صار $900 $1,000 بعد كذا سنه شغل، وعندهم مبالغ طائله بمئات، يعني شيء $500 مليار. لا تجوز المقارنه، لا لا لا، مش بس هيك، وحرام حاطين ايدهم البنوكي عليهم ومش عم بيقدروا يطلعوا شيء، وظلم. ونحن عندنا نقابه 1500 نسبه التسديد فيها الماكسيموم وقت الانتخابات 60-65-70، اقل وقت غير انتخابات اقل بحدود 50، كان 100,000 امبارح، من كم شهر، من لبناني 250,000. نعم، ظلم يسالك انت شو عم بتقدم لي، بدك تقدم لنقابي نعم ما عنده بنك وما عنده مطبعه مصريات، النقابي فوت عليها وتفاعل فيها وتدخل وكون قوة تغييرية من داخلها، ومش تجي آخر لحظة وقت الانتخابات تقول أنا بدي أجي غير. نعم، أنا بتذكر أنا بحب العمل النقابي، بحب العمل الصحافي، أنا كنت خريج كلية التربية وموظف كبير بالمركز التربوي والإعلام، ولو ضليت لليوم أبصر معاش قديش كان صار. طلعت مرحلة قدمت استقالتي وحبيت الصحافة وانصرفت كليا للصحافة، وكنت بالنقابة إلى جانب النقيب من الحمكرة يقولوا لي ما عم بيعمل شيء وكذا بدي شو، كنت شوف الأخطاء قدامي وكذا، ما يقيست ضليت ونضلت وعملت نقيب. شو نوع الأخطاء اللي كنت تشوفها وما تحكي؟ إنه مش لا، ما عنده خطأ رحمة الله عليه، ما عنده خطأ. نعم، ما عنده، ما في شيء سوى إنه هو يعتبر إنه النقيب نقيب، كان يتصرف كزعيم نقيبي ما يتصرف على رأس مؤسسة نقابية تتمأسس. نعم، ولو تصرف هيك اليوم ما كان عندنا أي مشكلة يعني بالنقابة، قرار لأنه كان مقتدر. نعم، اتصالاته الدولية قوية، وكان هو نقيب في زمن الذهبي للصحافة والإعلام، كان بيستطيع يرفضنا بمساعدات وبكل سبب، وكانت اليوم النقابة أهم من كل النقابات كلها، ولكن هو كان الزعيم، كان يعتبر نفسه النقابة نقيب، النقابة زعيمة. ولا شك انه كان له بعض الايجابيات، انه كان قوي، صحافي يسجن يروح على الحبس يشيله. اليوم شو عم تعمل انت؟ احنا عم نمنع حدا يفوت على الحبس. ايه، لانك حكي كلام حلو كثير. ايه طبعا، عن النصوص القانونيه. نعم، التي تشير وتمنع. نعم، الاحتجاز الصحافي من دون حكم قانوني. هيدي امور، هي امور ما وصلت عرضا. نعم، هي سنه 94 93 اللي جريده السفير. نعم،
بتتعطل على ايام الرئيس الحريري وكان وزير الاعلام ميشيل سماحه. بتتعطل الجريده. بيقول بتقيم لقيامه. بتطلع الصرخه نقابه الصحافه محمد بعلبكي، ملحم كرم نائب محررين، الكتاب اللبنانيين، جماهير الصحافه. بتصير قصه نعم بقلب تضامنيه مع جريده السفير. تنحل القصه ولكن قلنا لهم هيدا ما بيكفي. للحقيقه صارت اجتماعات بين الرئيس حريري ومسؤولين عن وزاره الاعلام ومكتبي نقابتي الصحافي والمحررين، انا كنت عضو بالمكتب نقابه المحررين، يضاف اليهم محامين نقابتين، محامين كبار مثل الاستاذ الله يرحمه توفى عليه الاستاذ ايميل بجاني مرجع الدستوري وشخصيات كبيرة. صار في بحث لصدور قرار 104 يلي بيعدل أحكام في قانون المطبوعات واللي بيزيل فيه عقوبة السجن، كل العقوبات السلبية للحرية، من سجن، من توقيف احتياطي، من تعطيل هالشيء. يعني حصل الملاحقة بمحكمة المطبوعات بس مبدئيا. نعم. محكمة المطبوعات طبعا في بالقانون العام في محطات بتتعلق بشأن ما يسمى إفشاء الأمور العسكرية أو شيء. نعم. والتحريض وعلى كذا موجودة، بس هيدي كمان صار فيها بالممارسة وبالمثابرة صار في نوع من عرف أنه كل شيء عم بيروح على محكمة المطبوعات. وامبارح كان صار في قصة كبيرة، أنا كان إلي موقف بمعزل عن خلفية الحدث وشو نقال وشو ما نقال ومين معها. شو نقال وشو ما نقال؟ ما بدي أقول بس، ولكن طيب. نقال كلام أنا ما بحب أنه بفيت يعني وأوقات اتصال. أنت عم بتوضح وأنت نايم. لا لا، أنا كان في قصة صارت مع الزميل توني بولوس. نعم. كانوا بدهم بالنيابة العامة الاستئنافية، أنا قلت لهم بروح على محكمة المطبوعات. وهذا حق انك تروح على محكمة المطبوعات، شو ما بتحكم محكمة المطبوعات، مع انه نحن دائما بنخاف من المبالغ الطائقة. نعم. كبيرة اللي بتحكم، ولكن شو ما حكمت هيدا امر بتحسب في محكمة المطبوعات تم فوت بدهاليز. نعم. القوانين الجزائية الاخرى. مش الحال؟ صار مش ما بدك؟ بعتقد مش الحال. طب اليوم كل المعطيات اللي عم نحكيها، حضرتك انت نقيب محرري الصحافة اللبنانية. نعم. المحرر اللي بيكتب بالمواقع هيدا الكثيرة عم بيدخل. عم بيدخل لوين؟ على نقابة المحررين. لعندكم؟ نعم. والتلفزيون عندنا. المجلس الوطني. المجلس الوطني شيء تاني، في إشكالية. المجلس الوطني للإعلام أصلا هو معمول للإعلام المرئي والمسموع. بعدين لما صار إجت مشكلة هيدا صار بدهم يعملوا مرجعية، ما في قوانين، وبعد هالقوانين بتتخبط من لجنة للجنة. بعدين يعني المواقع هلا المواقع مش تابعين، هلا في تفسيرات لها. المواقع الالكترونيه. نعم. بياخذوا ورقه علم وخبر من ب 1000 ليره من المجلس الوطني للاعلام. نعم. بس هيدي الى سويت بدك تسجلها بالملكيه الفكريه، بدك تشوف بالخارج اذا في اسم شبيه لها، بدك تمأسسها. نعم. لذلك هن ساعة بدهم يعملوا تجمع لأصحاب المواقع الإلكترونية، ساعة مين هن اللي بدهم بيجمعوا يعمل. بيجمعوا بعضهم. أوكي. كل مدة بتلاقي تجمع بالجنوب، تجمع بالشمال، شباب بيلتقوا مع بعضهم. نعم. وأوقات بيلتقى مين بشجعهم على هالشيء. نحن عندنا حل بسيط مبسط، قلنا لهم نقابة الصحافة تعدل قانونا بتصير أصحاب المرئي والمسموع. نعم. والمكتوب والإلكتروني. نعم. بشيء اسمه نقابة أصحاب الصحف والإذاعات والتلفزيونات والمواقع الإلكترونية. نقابة وحدة؟ نقابة وحدة كلهم بيكونوا فيها. حلو. ونحن منضب يعني ومنضم، وهي شيء أمر بشرفنا بالتلفزيون والإذاعة والمواقع الإلكترونية، وهلأ عم نطبق هالشي. كل لجنة جدول عم بيكون في كمية كبيرة. نعم. عدد كبير من زملائنا بالمرئي والمسموع
والمكتوب. شو هي الشروط لحتى ينضم لعندكم؟ طبعا بده يكون عنده اول شيء يشتغل. نعم. بعد يكون عنده اجازه جامعيه، بس افضل يكون اجازه بالاعلام. ايه. هو افاده عمل لانه هو عم بيشتغل. نعم. وسجل عدلي وتذكره وصورتين. وخارج هذا الموضوع يعتبر غير قانوني وضعه. هلا اذا بدك تحكي الحقيقه. ايه نعم. غير قانوني يعني، هون في اشكاليه. كمان القانون القانون العام. نعم. اجمالا. مش مثل انه من يمارس مهنه الطب هو طبيب مسجل وعمل كولوكيوم وفيت على النقابه، خرجها ما له حق. نحن لانه بيعتبروا انه اجازه الاعلام او تخصص الاعلام تخصص مش بيور، مش في شيء اسمه اعلام. نعم. يعني في شيء تقني، في شيء صياغه الخبر، في شيء انشاء اعلامي، في شيء كذا، ولكن كمان في ثقافه عامه وفي احاطه. لذلك بقول لك انه انت معك ليسانس بالاعلام، مزبوط معك ليسانس بالاعلام، ولكن اللي معه ليسانس بالحقوق، اللي معه ليسانس بالاقتصاد، اللي معه ليسانس له حق يفوت، ولانه هو في شيء بالصحافي بخصه يمكن هي مزبوط. وانه نحن يلي معه ليسانس بالاعلام بغير اعلام بده سنه ستاج، وبالاعلام بفوت بلا ستاج، واللي معه درجه شو اسمه بكالوريا قسم ثاني اربع سنين. هاي بدنا نخلص منها، هاي نحن عم نشتغل تا نخلص من هالشيء. ولكن الخطوه النوعيه اللي عملتها نقابه المحررين، ولازم كل اللي عم بيسمعنا من زمان اللي عم يفهم، انه لاول مره من 50 سنه بفوت بالتلفزيون وبالاذاعه وبالموقع الالكتروني، وهيدي خطوه كتير مهمه وكتير نوعيه، وحملنا فيها مسؤوليه لانه هيدا عملناها قبل ما نقر القانون. نقيب، البعض بيقول انه المواقع الالكترونيه عم بتشكل خطر على الصحافه المكتوبه، وتحديدا بتشكل خطر على نقابتكم انتو. لا لا، نحن طالما انا عم نقبل. نعم. العاملين بالنقابه بهيدا هيدي خطوه ذكيه. ايه لا لا، مش خطوه استيعابيه يا حبيبي، تستوعب الكل. نحن بقلب كبير، نحن ما بنعتبرهم هن خارج. نعم. هي مكتوبه على مكتوبه وبتبثها الياف ضوئيه، هيديك بتبثها ورق بس بدق. وهلا ني بالجريده، انت بالجريده عم بدق. انا بتذكر كان قديما كنت شوف زملاء لنا خصوصي بالاوريون لوجور. نعم. وبكذا فتح. واحد اسمه استاذ كبير رجيج عشان كان يروح عندنا نغطي الاخبار نحن وياه، يجيب الخبر يقعد بالصاله يدقوا، يا يبعثوا تلاكس يبعثوا على الجريده ما دقوا، وهلا هني عم بدقوا. لذلك في كتير هيك كانوا يعملوا بالماضي. نعم. لذلك اليوم انا ما بقول لك انه هيدي الصحافه انه عم بيضاربوا، بالعكس، ولكن في شيء بدنا نقوله. قول. ايه اليوم انت وقت اللي عندك رخصه. نعم. بموقع الكتروني مش معناتها انت صار لك حق تفوت على النقابه او هاي النقابه، في شروط. انتو ما فيك تطلب من جريده 5 طوابق 6 طوابق، عندها مطبعه، عندها كراسي، عندها تجهيزات. نعم. عندها ادويه، عندها كهرباء، عندها ماي، عندها حبر، عندها كذا، كل هالشيء، ومسجلتهم بالضمان للي بيشتغلوا فيها، وعندها رقم مالي، وعندها مسجلة بالاقتصاد. بدك تعملها مثل قاعد واحد قدام مكتبه بيوم كذا له حقوق ذات. لا، الموقع الالكتروني بده يكون له شبيه بمواصفات الجريده، على القليل بده يكون عندك كم واحد عم بيشتغل، بدها تكون مسجله بالملكيه الفكريه، الى رقم مالي، الى عنوان، الى بريد. مش انه انا قاعد ببيتي مره واحد يعني ما بدي اخبر، اخذ ورقه، اخذ رخصه. نعم. من وقت للتاني راح عمل موقع كلفه شيء 500 دولار 1000 دولار ما بعرف قد ايه، من وقت للتاني بيبعث، مره بعث لي مكتوب انه فلان بيشتغل لعنده، هو قاعد بقوته ببيته. تلفنت له قلت له حبيبي كيف انا بدي سويك بمثلا النشره لبنون فايلز بفلان، ما هو مؤسسات يعني، كمان في معايير ضمن هالشيء وفي حدود، مش انه انا طالع عبالي. هاي ما وصلنا لش بعد، اذا طالع عبالي لكن نلغي المهنه، كل اللي بده يشتغل. لا. انا دائما بقول وفي شغله لازم نفهمها، اللي هي توصيف المهنه اساسي. نعم.
يعني اليوم مواقع التواصل كلها عم بتأدي غرض اعلامي، ما بقول لك لا، ولكن اللي بيشتغلوا فيه اللي ناشطين فيها مش صحفيين. مثلا انا حلوة. في مهندس بيكتب احلى مني ومنك وبيحلل احلى مني ومنك وبيعرف احلى مني ومنك، بس هيدا مهندس، مش انا كل مره اذا حدا لاحقه بتلفنوا لي استاذ انا ايه بتضامن معه باطار حريه الراي، بس ما بتضامنش معه كاعلامي، هي مش اعلامي، مهندس هيدا موظف هي عنده راي احلى من رايي ورايك وبيكتب باسلوب اروع رائع، بس ما فيني صنفه الصحافي والاعلامي. نعم. هو من يجعل من الصحافه والاعلام موردا اساسيا لرزقه. طب اليوم القانون الاعلامي المنتظر الجديد الموجود بالمجلس النيابي يلحظ القانون عفوا الاعلام اللي عم تحكي عنه انت اليوم؟ هيدا قانون الاعلام اشتغلنا عليه، اولا بدي خبرك ونكتي هي 89. نعم. نحن بنحضر لجان من ما ايام كان الله يرحمه النايب روبير غانم رئيس لجنه الاداره والعدل، اداره والعدل يحو عندي هن كل يوم يعملوا قانون طبلوه هون وهون بنعدل هون كذا، رجع راح جابوا قانون انا درافت عملته مهارات اجى عطلوه لغسام خيبر، غسام خيبر عدل فيه حطوه قريناه، بعد شوي رجعوا ردوه، رجع هلا عم عملنا ورشه طويله عريضه استكملت بايام الوزيره عبد السمد نجد. معالي وزيره الاعلام. اعلام. نعم. معالي الوزيره نعم. عبد السمد. منال. تفضل. نعم. وصلنا على اساس خلصنا وعملنا واجوا قراءات يا خيعان في نواقص في كذا. نعم. ولكن هيدي بدها تروح على الهيئه العامه لمجلس النواب تناقشوها هونيك، مشوا لنا اياها محبوسه بلجنه الاداره والعدل. ان كان بتهمه شو؟ ان كان ما بعرف، ان كانك حج نقول اشيله بتهمه شو؟ ما بعرف، ما بدي اقول شيء. طرحت لها محامي. انا حكينا الرئيس صديقنا رئيسه اداره والعدل، ايه وعم تظلمونا ما ادري شو تنشوف، بعده نايم. هل هناك اراده خفيه انه يبقوا الاعلام هيك بهالفوضى القائمة ويتحكموا فيه بهيك طريقة؟ مش مقبول. ما بعرف نقيب بهذه الإطلالية اللي حبينا من خلالها نضوي على بعض المواضيع بالختام للناس اللي هلأ عم بيتابعونا، شو بتحب تطمنهم عن واقع الحريات بلبنان، عن الأيام يلي جاي، كيف بدنا نتعاطف فيها مع مفهوم الحرية بالختام؟ ليك حرية ما حدا بيقدر عليها، الحرية هي بتفرض قوانينها ونظمها على كل الناس، ما في مجال بقى ترجع حرية الصحافة لورا، في تحديات لا شك، كل شيء بهالدنيا في تحديات، بتلاقي جهات بتلاقي فئات بتلاقي أشخاص بجربوا يقمعوا الحرية بجربوا يحدوا، ولكن موجة الحرية هي هي بتتخطى صخور الموانع تبعها. لذلك انا ما عندي خوف من الحريه، ولكن الحريه ان انا نعرف شو الحريه، الحريه هي دفق، هي روح، هي اطار للتغيير وللانتقال من حال الى حال، وهي تتضمن النقد القوي وكل سوا، ولكن كمان بدنا ننتبه انه في اعلام يبني في اعلام يهدم. طب بالحريه كل الناس بيعرفوا شو يعني حريه؟ لا كل لا. الناس لا. بتلبق لهم الحريه؟ لا لا مش بتلبق لهم، لازم اللي الحريه اللي. لا لازم الحريه تكون قدر كل الناس وتلبق لكل الناس اذا عرفنا شو هو معناها. بس كمان اليوم عم تتغير شعاراتها، علينا عم تتغير شعاراتها علينا ونتغنى فيها. يا استاذ الاولى علينا نرجع نسوق ثقافه الحريه ونعود المجتمع على سقيفة الحرية، نقول له بهمة مين؟ أنه الحرية الهمة همة مين هون؟ همة نعرف المدرسة، الجريدة، التلفزيون، الإذاعة، عم خبرك خبرية، وسائل الاتصال كلها، همة رجال الدين، همة المفكرين المتنورين. نحن اليوم بحالة، نحن بوطن معلق، وطن فوضوي، وطن ما في شيء مقومات تسمح لك فيه
تشتغل ترتاح كله تشوه عنا. الأرقام وجهة نظر، الحرية وجهة نظر، ضرب الحرية وجهة نظر، نعم. كل شيء وجهة نظر، حتى الحقائق الدامغة قدامك. ها في ناس بقول لك انه انا هيدي مش مزبوطة. طيب جواب مختصر على السؤال، على اخر سؤال، يعني تمويل بعض المؤسسات الإعلامية بخليها تتعاطى مع الحرية مثل المؤسسات اللي بمجهودة وتعبها لا. هي عم بتمويل حالها؟ حتما لا، حتما لا، كيدان أردان هيدا مزبوط، وهيدا حتما أمر مؤسف. ولكن في شيء بدي أقول لك إيه، في الإنسان يكون شفاف بتلقي المساعدات، نعم. ويقول وين عم عم بتروح وكيف عم يصرفها وبأي إطار، وهيدا من الـ NGOs اللي حكيت عنه. أمر ما مشروع، ولكن أن تكون هناك مؤسسات موجهة لأجندات معينة وتمويلها على هالأساس، هذا أمر لا يجوز. لا يجوز، لا يجوز. ولكن أنا بدي أقول لك كلمة، في مؤسسات لبنانية عريقة موجودة، وقت الشحايح المالية كانت موجودة، ووقت البحبوحة موجودة، ووقت الحرب كانت موجودة. ولذلك أنا بقول يلي بيكون هو صحافي نعم. وعنده رسالة صحافي مزبوطة، وأنه هو صحافي بكامل مواصفاته وصاحب مؤسسة صحفية، هو نعم. متربع على قيم الحرية وعلى قيم الصحافة الحقيقية، بعتقد بيصمد ولو شو ما كانت الأمور صعبة. في كتير جرائد صمدت وبقيت. صورة المؤسسات الإعلامية بلبنان من هذه الصورة اللي كنت أعطيتنا إياها ملونة بألوان واقعية طبيعية، صورة المؤسسات الإعلامية بلبنان أين من هذه الصورة اليوم كلها؟ لك في مؤسسات أنا ما بدي أسمي، في مؤسسات تجاهد وتناضل. أنا بعرف في مؤسسات قربت الجوع، وهن واللي فيها قبلوا التحدي واجتازوا. هلأ كنت من سياستها مش من سياستها، معها مش معها شيء آخر. ولكن يعني في مثلا ما بدي سمي يعني، بس إذا بدي سمي واضحة يعني، يعني في ناس يعني صمدوا وموجودين ومعروفين وكل الناس تعرفهم. هلأ في ناس طلوا ومشين، هلأ وين بوصلوا ما حدا بيعرف. هيدا المهم، وقت اللي انتبه، الوقت عامل الوقت برجلش كل شيء. وين بتشوف تلفزيون لبنان من هذه الصورة؟ تلفزيون لبنان الله يساعده، تلفزيون لبنان مليء بالإمكانات، مليء بالطاقات. سوري مش إمكانات، مليء بالطاقات إمكانات. ليش حبيبي؟ الأرشيف اللي عندكم إن كان الموجود هيدا إذا بينشغل وبينعمل وبيتسوق وبينعمل، هيدا مورد دائم، لأنه عندكم أرشيف ولا أغنى ولا أهم. طبعا هيدا هلأ موضوع اهتمام معالي وزير الإعلام. عرفت، بعرف. والمديرة الحالية حكينا فيه نحن وياه بالموضوع، وقت كنا عملنا له زيارة بالنائبة وكان مهتم كتير. اثنين، اللي عندك هيدا عندك طاقات وعندك فكر وعندك حضور وعندك مبنى بيحتاج إلى شوية ترميم، يعني ما عندهم مشكلة بالمبنى. طبعا الآلات بدها صحيح، ولكن قبل كل شيء بده سياسة واضحة، بده رؤية، بده تحديث في البرامج وبطريقة التعاطي. رجعنا للإمكانيات سيدي. بعرف إيه، وضاف إلى هيك قرار نهائي بتشكيل مجلس إدارة التلفزيون. ممنوع ما يكون في مجلس إدارة التلفزيون شو ما كان مجلس الإدارة، هل لازم يطلع لأنه مشان تقدر الأمور تمشي. وأنا بحيي العاملين، أول شيء زملائنا اللي عم يشتغلوا، في منهم طاقات ومواهب كبيرة بعرفها، وفي منها تعرفت عليها بخلال إطلالات. وبعدين كل زملائنا الفنيين والتقنيين والمصورين اللي في قسم منهم من جيلنا نحن وياهم، اشتغلنا تحت الرصاص تحت الضرب وقت كنا نشتغل عليهم كل سوا. أنا بدي أشكرك نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف الصيفي، أهلا وسهلا فيك سيدي. خليني. أصدقائي نحن لهون طبعا بنختم القسم الأول من برنامجنا، هلأ المحطة لفاصل لحتى نتابع بعدها بريبورتاج جديد.
وفي ختام برنامجنا أصدقائي بكون سوا مع روبورتاج بضوي على اللي صار امبارح بالكارنتينا، لأنه وزارة الصحة أو معالي وزير الصحة بحكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض تسلم مستودع الكارنتينا للمعدات واللوازم الطبية بعد إعادة تشييده وتأهيله بحضور السفير الياباني في لبنان وبعض الشخصيات. مع الروبورتاج بنوصل لنهاية حلقتنا، مشوارنا بيتجدد معكم بكرة نهار السبت. إلى اللقاء، باي باي. واليوم بحفل افتتاح مستودع الكارنتينا للمعدات والمستلزمات الطبية هو أكبر جواب على إصرار لبنان على الاستمرار، على إصرار لبنان على محافظته على موقعه الصحي بالمنطقة الشرق الأوسط وعلى إصراره على الحياة، أكيد بمساعدة الدول الصديقة والمنظمات الدولية. ما خبا أنا حبسوت كثير هن حكوم ما هكوم حال ووم. It's really an honor for me to hand over the reconstructed supply warehouse to the Ministry of Public Health. Nearly 2 years ago, this warehouse and many other public healthcare facilities were severely damaged by the Beirut blast. وها نحن نجتمع مرة أخرى اليوم لاحتفال بخطوة أخرى إلى الأمام على سكه التعافي القطاع الطبي. من خلال افتتاح مستودع مركزي آخر لوزارة الصحة العامة والذي ساهمت اليابان أيضا في إعادة ترميمه عبر اليونيسف. ما في شك أنه نحن في لبنان الآن وبعد الأزمات المتلاحقة التي أتت على الشعب اللبناني من أزمات اقتصادية، جائحة عالمية، انفجار من أكبر الانفجارات التي شهدها العالم الغير نووية، حقيقة الشعب اللبناني في وضع غير سليم. وافق لا شك أنه الشعور الطاغي على الشعب اللبناني الآن هو الشعور بالخسارة، الخسارة الكبيرة لكل الأمور التي فقدناها وللأسف ما زلنا نفقدها بشكل يومي. بلا شك أنه نحن نري أهمية كبيرة لتحسين الوضع الطبي في لبنان، حيث كثير من المواطنين العاديين تضللوا جراء انفجار مأساوي في مرفا، انفجار مرفا بيروت. ونحن نرسل رسالة بشكل دائم إلى الشعب اللبناني الصديق إنه اليابان ستواصل دعمها كل المبادرات التي تطفى باتجاه مسار طافي في لبنان. وأنا أتعاطف أكثر فأكثر مع كل تضرر من هذا الانفجار المأساوي، ومن هذا المنطلق نحن سوف نواصل جهودنا لمساهمة في إعادة وتأهيل البناء، وخاصة للمرافق الطبية
مستشفيات وعيادات. يعني هي الموضوع مش بس مسؤولية وزارة الصحة، نحن بنعرف إنه غالبية الشكاوى اللي عم تطلقها إن كان مثلاً مستشفيات أو عم تطلقها نقابات المستلزمات وغيرها هي بأساسها مطالبات مالية. المستشفيات اللي عم بتطالبه هو إنه تقبض حقوقها اللي عالقة بالبنوكي واللي حالياً البنوكي ما عم تعطيها السيولة لتشتري. المستلزمات الطبية اللي عم بيطالبوا فيه هو إنه مصرف لبنان يدفع كتير من مستحقاتهم مقابل هالغراض اللي هن اشتروها وبيعوها على السعر المدعوم. فهيدول الأمور حقيقة برجع بقول هن مش بضمن نطاق وزارة الصحة، ولكن وزارة الصحة اللي عم تلعب فيه هو إنه هي عم بتكون لها دور مساعد لكل هالقطاعات هاي لحتى تحاول تأمن لها حقوقها، ولحتى ما يكون الحلول على طرف حل آخر. يعني نحن ما بدنا مثل اليوم سمعنا تهديد من النقابات إنه هي بدها تشيل الدعم عن المستلزمات. نفس النقابات اللي صار لسنين عم تحقق أرباح ضخمة على ظهر الشعب اللبناني، وهلأ بهالمرحلة هاي علما إنه أغلب هالبضاعة كثير من الناس بتعرف إنه بعض هالشرك عم بتبيعها أصلا بأسعار الدولار الكاش وما عم ترحموا للمريض. لذلك أنا هون بعتبر أنه نعم صحيح هنالك أزمة مالية في لبنان اللي نحن عم نحاول نحلها، وفي كتير عم يتعاونوا معنا، بس في البعض عنده أزمة أخلاقية، وهو أنه هلأ بهاللحظة هاي جاي عم بيحاول يفتش على الأرباح على ظهر مشاكل ومآسي المواطن، وهذا حقيقة أمر يؤسف له بهاللحظة هاي. بجميع الأحوال نحن برجع بقول إنه وزارة الصحة مستمرة بالدور اللي عم تلعبه، وهو دور الوساطة بين الجميع، لأنه برجع بقول هيدي المشكلة هي مشكلة عامة أسبابها عامة وليس فقط في وزارة الصحة، ولكن نحن مش هنتخلى عن مسؤولياتنا. نحن عارفين مسؤولياتنا، نحن برأينا عم نقوم فيها بشكل كتير كبير، ومنتمنى على الجميع كمان هو يقوم بالمسؤوليات المطلوبة منه.